اكاديميه اللي خرجت الكثير والكثير من اللاعبين واعطتهم. يقول عبد العزيز الانصاري لاعب المهاجم، هذا اللي ما حسبنا حسابه، هدف للمنتخب الهندي الان ياتي بعد خطا من حارس المرمى. سلام، معلش سلامات، عدت، يجب ان يكون التركيز موجود، عدت سلامات، اكيد هدف اول للمنتخب الهندي بعد خطا من الحارس. لاحظ معاي العوده وبعد ذلك يعني مرت من سعد الشيب، يعني للامانه سعد الشيب شوط اول ممتاز جدا، تالق فيه ابعد ضربه جزاء، لكن هذه عاد تحصل في عالم كره القدم، يعني ما في انسان معصوم من الخطا ولا في انسان يعني ما يخطئ خاصه في عالم كره القدم. الان سعد الشيب وهدف اول لمصلحه المنتخب الهندي، والان نبدا حقيقه مرحلة الخطر، الآن نبدأ مرحلة القلق، مرحلة التوتر من الهند يجب أن تأتي عن هذا اللاعب. ولدينا أيضا محمد عبيدي، لكن حمد في وسط الملعب، يعني والله من الممكن أن يأتي فهد خلفان مثلا في الدقائق القادمة. وهنا المحاولة الماضية لجي جي اللاعب الهندي اللي كانت أن يسجل الهدف الثاني للمنتخب الهندي، وهنا محاولة العنابي يسجل الهدف. هذه عوايده وهذه هي امنياتنا في قطر، وهذه هي رغباتنا في قطر، وهذا هو حلمنا في قطر، ان ياتي هدف، والهدف ياتي عن طريق اللاعب محمد صلاح النيل، ورقصه موجوده وفرحه حاضره وسعاده عارمه حاضره في ملعب المباراه في شيف شاتراباتي. لاحظ معي الكره، يا سلام، حطت كبار، فضل عمر ظهر الان، واستقبال وكره في المرمى لمصلحه منتخبنا. يا سلام على الكره الملعوبه، هنا كره جميله من اللاعب فضل عمر ينقلها لمحمد صلاح، ومحمد صلاح حطت كبار في شباك المنتخب الهندي وفي شباك كاتيماني. الان الامور جميله بالفعل، والمطالبه الان بهدف اخر، ان نصل بانتصار الى التصفيات النهائيه، افضل من التعادل بكل تاكيد. نطمع ليش لا، نطمع بهدف اخر، لكن اقول ولا زلت